عالسلامة. اوكي بون قالوا لي جعتي مرة أخرى دونك علاش لي. اسمي أحمد عيد، أكثر واحد فاشل في الدنيا ذي بكل. لا ولا فكيت هيك. هذي فكيت هيك على الأخر. وكنت نهار قعد قلت علاش لي نعمل بروجي جديد. إيدي بلوز أو موان باش ولا مي بون علاش لي؟ علاش لي؟ هي كل شيء يبدا بعلاش لي؟ مي ان توكا قلنا علاش لي ما نعملوش بسكليت ذكية؟ لسه مبركة خايب هو ديجا سمارت بايسيكل. اي نعرف ما لقيتش حتى ايدي اخرى معناها. ان توكا اسم البسكليت بي سي تيك. كوم كوا بسكليت وفيها دي تكنولوجي. واو ان توكا الشعار نتاعي في البروجي نتاعي يو هاف تو بي ان ارتست تو بي ا فيلير. اي وي يلزمك تكون ارتيست باش بالحق تفشل. صعيب ياسر او تفشل كي تفشل. نجم مرة شوية. تفضل. ابون امبوسيبل. لازمك تكمل تسمع الحكاية للآخر باش تعرف كيفاش فشلت. باهي أي بروجي يتعدى بدي فاز أون توكا. نشوفوا الفاز الأولانية. الإستوار فيها برشا دراما أون توكا، خاطر واحد يبدا مكبش في حكاية في دي في مخه على أساس كونها باش توصل، مي مش ديما توصل. أول فاز واللي هي واي نوت، علاش لي؟ ديما أي بروجي يبدا بكلمة علاش لي؟ نجم نعملها، علاش لي؟ من بعد تتعدى للفاز الثانية اللي هي علاش تعدى الفاز الثاني؟ على خاطر لازمك تنزل على الشدايق الأحمر. فيش على الاخر برا ما نشوفش التعدى اللي بعد بالرسمي ولا فات. هذا هو اسم الفشل. وي اي كان دو ات الحمد لله. وي ليتس جو اي كان دو ات. ايه بنا الباص الثاني معلم. دام ذاتس هارد. وبالرسمي اي حاجه من اللون راهي صعيبه ويلزمكم تكبشوا على الاخر. بون فما بوسيبيليتي كانكم تفشلوا مي هذاك اللي صار. اما علاش ليه؟ ديما نحاولوا ديما نحاولوا. تي نقولوا نجموا نقولوا نجموا نقولوا نجموا. خلينا شويه هكا في الروز وفازيل. وبعد تقولوا بيتش بليز. ذات ساكس لايك عرفتك ما عادش نجم تخمم ياسر معناها فديت ما عادش نجم فديت يدي ياسر بهيمه ان توكا. وبعد وات ايفر هذه الفاز اللي تنجم تسلم فيها اللي وتستنى في اي حاجه باش تخليك تقدم. وبعد شو تنظر بينك وبين روحك وتقول هذه هي النهايه في كل شيء ما عادش تهمه ما عادش تهمه حتى شيء. لدي ياسر مصدقه ما فماش كليونات ما فماش فلوس ما فما حتى شيء دونك هذه النهايه. ما نعرفش علاش ما في اي حكايه كي نوصلوا للاخر ونوصلوا للفام تاع اي حكايه ديما ثم شويه كل بصيص نتاع الامل عرفتوا كل طرف مي نورمالمون ماهوش امل خاطر جوست انت بديت تموت فهمني جوست امل صغير في الاخر باش نحكيو على كونكلوزيون اللي انا خذيت دونك وي ميرسي. بيسيتيك هي انتربريز على الحيط فيها سمارت بايسيكل كونو خذينا بسكليت وركبناها دي تكنولوجي تنجم تكونكتي بها تنجم تحسب لك الكارديو نتاعك فيها ستور جونر تنجم تيليشارجي دي ابليكاسيون ما يخدمو كان على البسكليت هذايا فيها ان اونتي فول بون با فريمون سوفيستيكي مي سا راست توجور ان اونتي فول وفي الاخر on a vraiment segmenté notre clientèle à l'Afrique. C'était quand? Ouais. Habit une belle bicyclette MTI. L'intelligente, oui, fait l'Afrique. À l'heure, yani, t'as pas reçu ta sacre, t'as ouais, t'as pas reçu mon film, pas de chez vous. Hey, je vais à bicyclette, faire la tablette, les gens de l'Afrique. N'est-ce pas le cas? Je t'ai mané. Mais bon. Alors, marketing, pas de founding. حبيت ندخل التكنولوجي بكل عملت لوجو عملت انتربريز وعملت بروتوتيب
جو بريفير بيان ما نوريش البروتوتيب مي باش نوري في الاخر. فازي دونك لميت اصحابي وقلت باش نعمل تيم. التيم نتاعي الور لا مسخره. واحد جايبها انجينيور مازال عنده 3 سنين باش يولي انجينيور. اوي عندي حد صاحبي اوي حديت به ان توكا عنده ريبيتاسيون مش خايبه. والله ليه دخلها بعضها مي بون مش مشكل ان توكا. و مش مشيت الغادي استنى اوكي انا غادي سكت ان توكا. التيم ورك نتاعنا على اساس نحن اصحاب ومش نعملوا حكايات. لمينا 4 من الناس في جراج وبدينا نصنعوا في البي سي تي البسكليت العجيبه اللي ما جات حتى شيء. المشكله كون الاربعه الاصحاب هذوما يعني كل شو بصيكم فما واحد بدا من الاول وقرعني معاكم وما ريني كيف الاخر وقت اللي فلسنا معنا. وفما واحد اخر ما هو فاهم حتى شيء بالحق الاردن ما هو فاهم حتى شيء. قال لي انا معاكم انا هانو قاعد عصفور جنك يا عام. وفما اللي بالحق يخو في خدمه بكل واللي هو عبدو لله ايه. فما واحد رابع والله نسيت لي وش يعمل نعم حد شيء بكا زين. النهار كله هو يبكي ويشكي ماناش باش نخد ماناش باش نخد ماناش باش نخد ليه في الاخر ما خلطنيش. البروتوتيب كي بدينا نحلموا هذا البروتوتيب كيفاش نتصوروا فيه. ايوه مي في الاخر طلعنا بروتوتيب يضحك ابريتو الحديد بتاعنا ماهوش صناعي برشا فهمتني ولا ايه. مي بون طلع بسكليت تمشي كو. دونك اول بلاد اون افيزي اللي هي النيجر يعني افقر بلاد في العالم. ايوه خلينا تشاد قلنا ليه باش نمشيو للنيجر. مشينا للنيجر وعملنا البريزونتاسيون تاعنا وعجبت. تتصوروا في النيجر عطاونا انتربرنور دو لاني 2014 جو بونس. خذيناها في النيجر عطاونا ان توكا شهاده. وي والله عطاونا شهاده والله عطاونا ورقه والله قالوا لنا فوزيت بيان فو بوفي فير. مي بون من بعد تعدينا البلاد بون ماشي قراءه ياسر هي ما اسمها التوكو ان توكا ما تعرف التوكو كان البيرا نتاعها معناها عباد ما اون سون فو ما عندها حتى مشكلة في الدنيا عاشت تاكل في الروز وعشت. علاش ليه؟ بيعوا بسكليت غالي. في الاخر تلفت قلت ابريتو انا تونسي علاش ما نشوفش في تونس معناها. ايه با تنجم ايوه تبلانتي. اوكي تونس هاي هذيك تونس. لو عشت في تونس الناس كل ضحكت عليه الناس كل تمنيكت عليه قبل فاش تعمل. في الاخر لو وقفت على بيزنس انجل مناقة كانت الضحكة الصفرة تاع بالرسمي تحب بسكليت فيها تابليت من كان كونكو ماش. ايه با لو بروجي من اللي كان احلام وفازات وباش نخلطوا فلوس وباش نبيعوا في الافريق وعنا مرشية بارتو ولا اكثر حاجة بهيمة ولاو يعملوا بها حتى معنا ديز اكزامبل ربيك تفشل كي بي سي تي كيما الليلة كو. دونك اسمع اللي كنت تخدم معايا حتى الحديد اللي ما جا حد شيء ما عادش حد يحكي معايا ما عادش عندي فلوس ما عادش عندي حتى هو ما عادش عندي وقت بغيف سكرت في وجهي. تعدوا لي بعد الفاصة الثانية واللي هي باهية وكما قال لي انا مشيت للبرازيل قلت باش نمشي للبرازيل ونقلعها باش نبيع البسكليت نتاعي اللي عملها كالحديد الله يرحمه فهمتني خذ توفى هو فهمتني الله يرحمه الله يرحمه ظهري صار معك الطفل ربي معك انطلقا. مشيت البرازيل وقلت توا باش نبيع بسكليتي لقيتها صحيح. جماعه البرازيل كل يموتوا على لابتين نهار كلهم يخبوا في بدونيتهم باش تبيع بسكليت كان غالي. مي المشكله البرازيل تنجم تتعدم عليها تبلوكيت اوكي استني. المشكلة في البرازيل حبيت نمشي 2014 ناس كل ايه بالكوب دي مون ناس كل تلعب في الفوت ما عندها حتى علاقة بالبسكليتات. مشيت للانتربريز الاولانية قالوا لي فاش تحكي. مشيت للانتربريز الثانية قالوا لي انا ما نحكيوش انجليز ما تحكي بورتوغي. مشيت للانتربريز الثالثة هزت معي البروتوتيب. على فكرة البروتوتيب متاعي بعثته لالمانيا قالوا لي راهو خارج على كل نطاق السلامة. راهو هذا سي تان دونجي بيبليك ما تبيعوش. مي بون ان توكا كونكلوزيون فديت تعبت قلت لي دي هذه ماهيش
صالحة ليلي أنا وباش نتعدل حاجة أخرى. يبدو كتير هون تعدلت حاجة أخرى، سيتي بيان. وتوا النجم نعطيو كيستيون، أنت عندك كيستيون؟ تفضل. أبارمون عندهم برشا دي كيستيون، تفضل خويا. عسلامة أنا عزيز. باهي يا سامحني أنت تضحك على الفشل ماكش فاشل. ماكش فاشل تعرف على إيه. أنت حبيت تعمل حاجة ما تنجحش، نجحت. نجحت على الآخر. شيوان. أي واللي لاحظته بارابول اللي حكيت وانا من الاول فما اون انترسيكسيون يعني يا با يو دي تود دي مارشي سيبل يا با يو دي تود دي مارشي سيبل هاي انا اذا كان معيار النجاح نتاعي ان نعمل حاجه ونبيعها ما هو باش يجي لازم نقراها هكا ولا ها نجاوبك في ساعه c'était juste un rêve. وقلت كم شو شيء بيس كونديناب ديجا عندهم ياسر عباد تبيع في البيسيكليت دوما سمارت في الأوروبا لور لا أون باغاي في الأمريك كيف كيف خممت قلت أبري تو لأفريك علاش ليش البيسيكليت ما تسوى كان 99 دولار فازيت ما سانا مارشي با بيان سور تمشي للفاتيكان وأن الكوفي شوب في أمستردام تحب بيع كتاب قرآن ماهوش ريف صاحبي هذاك فونتازم بس إي أونتخ فونتازم إي غير فما ديفيرينس أنا فهمتني بون تعلمت هذا إن ذا هارد واي ثانك يو فور سين ذات عرفت لي الحكاية ماهيش باش تمشي مي عندي فما فما نوتي بيان اللي أنا بعد البروجي هذايا فما بروجي آخر تعمل وفشل اكثر من هذا دونك تنجموا تستناوني في التسوي بعد ميرسي بوكو احمد تو غوميس خبيان غوميس بوكو صوت قوي دونك ميرسي بوكو دافوار ايكوتي تو لي سبيكر سو سوار دو فوكابيس nouvelle édition. On sait très bien que les histoires étaient passionnantes. Qui pense que les histoires étaient passionnantes au l'air? Hamza, Wahed. Personne. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont comment dire? L'arbre school, l'arbre zao. Je sais, l'histoire dans le message, dans le show. Donc, encore une fois, merci beaucoup à Nintendo pour l'invitation. Merci beaucoup à toute l'équipe Steam, Bachir, Jalel, et tout le speaker Ahmed et tout ça. Est-ce qu'il y a une personne parmi nous qui a une histoire à partager à propos de l'échec? Tu cours. Voilà, bien, voilà. Alors, est-ce que Mohamed a 5 minutes pour parler de l'échec? Alors, tout le monde, parce que Mohamed, c'est la première fois qu'il monte sur scène, il est timide, il y a Steam, il y a Westy. On a fait très très fort. Mohamed, il monte sur la première fois sur scène.